الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، بطلاق النيات تكلمنا الأول. نعم، الحديث الثاني جيدة أم الأبرار، جزاكم الله خير. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث الطلاق على النيات، روى المصنف بسنده عن كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه، ساق قصته في تبوك. قال: حتى إذا مرت 40، تعلمون أن كعب بن مالك تخلف عن تبوك، تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك رضي الله عنه وارضاه، وكان من أقوى الناس ومن أوسع الناس مالا، ويعني ما كان عنده عذر في التخلف، وهو قال ذلك تصريحا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا مضت 40 أو من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه أمر الجميع بهجرانه، حتى إذا مضت 40 من 50، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال: إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا، بل اعتزلها فلا تقربها. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله سبحانه في هذا الأمر. هنا هذا الحديث، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، كما قلنا من خيرة الصحابة، من خير الأنصار، لكنه سبحان الله يعني تقاعس جدا وتأخر وتباطأ في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، مع أنه كان من أشد الناس يعني قوة وأيضا شبابا ومالا، يعني ما عنده من شيء يجعله يتكاسل. فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى، يعني قال: غدا ألحق بهم، بعد ألحق بهم، غدا ألحق بهم، فتكاسل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت فيهم يعني وجاء المنافقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتذر لهم، فاعتذر لهم، قام فقال: والله إني ألحن الناس قولا، وإني جلست بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت أنه لا ينجيني إلا الصدق. فقال: يا رسول الله، ما عندي من عذر، ما كنت من أكمل الناس وأقوى الناس وأكثر الناس مالا في هذا الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهب حتى يقضي الله فيك أمرا. فهو يعني الإشكال الكبير أنه يعني جاءته فتنة أخرى من الملك غسان، بعث له قال: قد علمنا أن صاحبك قد قلاك، لو أتيتنا لرفعناك. فأخذ الخطاب وألقاه في التنور وقال: إنها والله لفتنة. الشاهد منه أنه لما أمرهم جميعا بهجرانه، حتى أنه مر على ابن عمه وتصور الصور ثم ذهب إليه، قال: ما أريد منك إلا شيئا، سلم عليه فلم يرد عليه، كلمه فلم يرد عليه، لأن النبي أمر بهجرانهم جميعا الثلاثة. فقام فقال له: أنا ما أسألك إلا سؤالا واحدا، هل تراني أحب الله ورسوله؟ قال: الله أعلم. فبكى بكاء عظيما حتى أنزل الله تعالى توبته، وجاء الصارخ يصرخ له في التوبة. قبل التوبة بعشرة أيام قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعث عليه: أنا اعتزل أهلك. فقال الرسول الذي قال له ذلك، قال: لا ينقطع. قال له: اعتزل أهلك. قال: أطلقها؟ قال: لا أعرف. قال: اعتزل أهلك. فقال لها: الحقي بأهلك. قال: لا، الحقي بأهلك هنا ليس معناها الطلاق. لما قال لها: الحقي بأهلك، ليس معناها الطلاق. قال لها: الحقي بأهلك، فهذه كناية، الحق بأهلك أنت طارق، الحق بأهلك حتى أتيك. فالحاصل أن الحق بأهلك ترتاحين وأرتاح. فقال: الحق بأهلك، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكناية لا تقع إلا بالنية، الكناية لا تقع إلا بالنية. فقال لها: الحق بأهلك، يعتريها الطلاق غير الطلاق. فلما احتمل الاحتمالات كانت الواردة عليها متساوية، قلنا: إذا لا يقع الطلاق إلا إذا انتوى طلاقا، لا يقع الطلاق إلا إذا انتوى طلاقا. وهكذا كل نية، كل قول فيه كناية فإنه يحتاج إلى النية، كل قول فيه كناية فإنه يحتاج إلى النية. يقول لها: الحق بأهلك، يقول لها: حبلك على الغالب، يقول لها: مالي ولك، لا نجتمع مع بعض في مكان، أنا ما أريد أن أخاطبك، ما أريد أن يعني أقترب منك الآن. كل هذه كنايات
تحتاج إلى النيات، الكنايات تحتاج إلى النيات. فهذه مسألة النية ودخل النية في مسألة الطلاق. أيضا قد نزيد الأمر أن النية أيضا يحتاجها الطلاق المعلق، لأن الطلاق المعلق قد ينزل منزلة النذر في هذا الباب، كان ينزل منزلة اليمين، فإذا كان لأنه يريد به التحديد والمنع فهو نازل منزلة اليمين. فإن كان أراد طلاقا وقع الطلاق على ما قال، إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى، وإن أراد غير الطلاق تهديدا أو غير ذلك قلنا لا يقع الطلاق، ويكون استحبابا أو وجوبا عليه كفارة اليمين على أساس أنه نزل منزلة اليمين. الفوائد المستنبطة: الكنايات تحتاج تفتقر إلى النيات، الكنايات تفتقر إلى النيات. قاعدة عامة: المرء السامع الطاعة لولاته مهما أمر ما دام لم يأمر بمعصية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتزل، فبعث يطلق قال اعتزل، فقال الحق بأهلك. الظاهر في الأمر الوجوب، لأنه قال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل، ففعل ذلك مسرعا. هذه معناها ظهر الأمر الوجوب خلاف لما قال استحباب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.